يقول من اليتيم أو المسكين. فضجت الرسل والأملاك تنذبه وجرت لمم التقوى والشر أصبح فيه فاقد العين. يا عين صحي عليه أدمعا ودما بكل لؤلؤ حل فيه تقى وأهرقي كل دمع فيك محزون. وكيف يبخل مال جلت مصيبته لديه بالداء فغسله وحنطه وأدرجه في أكفانه
وصلى عليه في جماعة من شيعته ومواليه، وكان هارون بن إسحاق حاضرا هناك. فلما علم بالحال ركب ومضى إليه وصلى عليه عند منزله في رحبة سوار بن ميمون بن من ناحية قنطارة البردان. فلما فرغوا من الصلاة عليه حملوه على سريره وساروا به وهم يبكون ويرطمون عليه للخدود ويلذهونه في حزن وطيش إلى مقابر قريش متنقصا عليهم النعيم والعيش. ثم إنهم وضعوه وألحدوه في مقابر قريش بجنب جده موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. فوقف ابنه علي الهادي عليه السلام على قبره قائلا: وأبتا ومحمدا ووحدة وقلة ناصرا وانقطاع ضغرا، ليتني كنت لك الفدا يا أبتا من بعدك ووحشتا، فراقك قد أعمى عيني وهيج حزني وقطع نياط قلبي يا أبتا. اقرأ أباك عني السلام وأخبرهم بما نحن فيه من الغوار يا أبتا. مضيت عنا ولم يطل لك العمر وتبلغ الكهولة في الحياة يا أبتا، ثم انكفى عنه سخين اليزبكي الناظر وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان عمر محمد الجواد عليه السلام حينئذ على ما جاءت به الروايات 25 سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوما. أقام منها مع أبيه الرضا 5 سنين وشهرا، وأقام بعده 20 سنة وشهرين، وقيل 20 سنة إلا شهرا. وكانت إمامته عليه السلام في بقية أيام المأمون، ثم هلك المأمون، وكان أيام المعتصم أخ المأمون 8 سنين وشهرا. وقد استشهد مولانا الإمام محمد الجواد في أيامه بسم له في أشهر الروايات، وإنما اختلفت الروايات في يوم وفاته. مضى الجواد فوال الفي على الدين، خذوا وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير. وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز الله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عناد. وبكربلاء هذا وذاك في بغداد. لهفي وهل يجدي أسى اللهفي لمولهفي. لهفي شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عناد. فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد، طيب حوت لا الأولى وبكربلاء منهم سامرة وبغداد. وأما الرضا يا طوس ودتي إلى هنا، قالت أنا لا تحسبون للرضا في طوس ما جيب وليل بغداد ما رحت تعنى. كلهم عليهم لحدنا والجاب شقيه
مثلا النبي صلى الله عليه وآله يتحدث لجابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي جعفر الباقر، والذي أيضا تمر علينا ذكرى شهادته، وعبر النبي صلى الله عليه وآله في حديثه لجابر عن أبي جعفر بالباقر قال: وستدركه يا جابر فأبلغه عني السلام. الآن النبي لما يعرف بشخصية الإمام الباقر على أنه يعرف بالباقر، ماذا يعني بذلك؟ أو لما نجي إلى الإمام قبل الإمام زين العابدين فيخبر النبي بأنه يعرف بزين العابدين أو الصادق أو الكاظم أو الرضا، بعضهم لأنه ما عنده توجه إلى هذه الأسماء والألقاب الشريفة فيريد يوجهها بحسب مصالح. مثلا الإمام الجواد يسأل أحدهم يقول: ليش سمي الرضا بالرضا؟ سبب تسمية أبوه بالرضا؟ قال أبو جماعة يقول: لأنه قد رضي بولاية العهد. قال: كتبه في المحضر، إنما سمي بالرضا. لاحظ الإمام يبين علة تسمية الإمام الرضا بالرضا، قال: لأنه قد رضيه الله، يعني الله اختار، الله اصطفى من بين الخلق، وقد رضي به المخالف والمؤلف، مع إنكار البعض لإمامته وتشكيكهم في أمره وما يتعلق بإمامته، يقول: إلا أنه بالنتيجة رضخ إلى إمامته، البعيد قبل القريب، العدو قبل الصديق. وهكذا في سائر الأئمة. أيضا لما نجي إلى أبي جعفر فيعرف الإمام المولى بأبي جعفر الجواد، هذا لقب الجواد ماذا يعني؟ لقب الجواد تارة ينصرف إلى الأذهان أن المقصود بالجواد مأخوذ الكلمة من الجود، وهي بمعنى العطاء والسخاء، يعني الإمام كريم، إمام عنده سخاء دائما يبذل، وإن كان هذا واحدة من أعماله وواحدة من الخصال التي عرف بها، لكن لما يعرف بالجواد أولا لأن الإمام لم يكن فقط ليجود بما لديه من مال للناس فعرف بالجواد لأنه كريم وعنده سخاء، لا، إنما جاد عليهم بما هو أعظم من المال. ترى واحد يعطيك فلوس، وترى واحد يبذل ما هو أغلى من المال بحيث يعمل على أن يحافظ على الناس وعلى دينهم وعلى معتقدهم. فالإمام عليه السلام إنما عرف بالجواد لأنه جاد على هذه البشرية بما هو أعظم من المال، حيث أنه بوجوده المبارك وإمامته تبين للناس عظمة منصب الإمامة، وعلى أنها منصب إلهي مجعول من قبل الله. هذا اللي يؤكد ويؤيد أيضا كلام الإمام الرضا في حق أبي جعفر، عبر عنه حينما قال: لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا من هذا المولود. تعبير الإمام الرضا بأن الجواد أعظم بركة، مع أن الذي نعتقده أيضا أن كل أئمة الهدى هم البركة على الأرض ومن عليها، كما تقرأ في السيارة الشريفة: وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهم جميعهم بركة على الأرض ومن عليها، لكن يقول الجواد أعظم بركة لأن في وجوده المبارك تبين للخاص والعام.
الإمامة إنما هي جعل من قبل الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته، مع أن كان هناك من يشكك في هذا الأمر، إلا أنه تبين حقيقة الإمامة. أصل الإمامة في وجود إمامنا المولى أبي جعفر الجواد بذكره الشرف. على محمد وآل محمد. فالإمام عليه السلام جاد بما هو أعظم وأفضل من المال. أيضا الأمر الآخر، لما يجي تشوفه إذا يعرف بالجواد، لأن لم يقتصر عطاء الإمام عليه السلام فقط على الجانب المالي، بل حتى من خلال عمل الإمام من أجل إصلاح البشرية. ومنها اللي يؤكد هذا الأمر أيضا فيما جاء في مواقفه صلوات الله وسلامه عليه، وما كان من أعماله. عاش الإمام 25 سنة، لكن 25 سنة إذا تروح إلى تاريخ إلى حياة أي أحد من الناس، يمكن 20 سنة 25 سنة ما يتمكن فيها ومن خلالها أن ينجز. لكن الإمام الجواد مع أنه 25 سنة المدة اللي عاشها، ومو مدة يعني عاشها الإمام كلها في رخاء، لا، قسم من هذه المدة اللي عاشها أيام المأمون العباسي، والمأمون العباسي حتى يترصد إلى الإمام كل حركاته زوج الإمام بأم الفضل، ليس حبا في الإمام، وإنما حتى يخلي الإمام تحت الرقابة والرصد لكل ما يكون منه. ثم هلك المأمون وجاء من بعده المعتصم العباسي، وإلى الإمام مدة عاش أيام المأمون ما يقارب 20 سنة 20 سنة. لكن لاحظ في هالمدة هذه وأمام هذا الظرف الذي عاش فيه الإمام، وإلى الإمام عليه السلام في محفل من المحافل ومجلس واحد من المجالس جمعوا فيه العلماء، وإذا الإمام عليه السلام يوجه إلى سؤال فيجيب على ذاك السؤال، بل ويصرح على ذاك السؤال عدة فروع، بل أنه إذا جئنا إلى الإمام في كلماته التي صدرت عنه كما في الكلمة التي صدرنا بها. شو الإمام؟ لأنه يريد أن يبني هذا المجتمع الصالح، كان يعطيهم ما هم بحاجة إليه. فقال: المؤمن يحتاج إلى 3 خصال. أي إنسان يعيش الإيمان لابد أن يتصل بهذه الصفات 3. وما هي يا ابن رسول الله؟ قال: توفيق من الله. يمكن قد ينظر البعض إلى هذا الأمر نظرة عادية، شنو يعني توفيق من الله؟ يعني أنه بإيجاز ما يقدر الإنسان أن ينجز وأن يقوم بأي عمل إلا إذا حظي بالمدد من عند الله، وما يمكن له أن يحظى بالمدد من عند الله إلا إذا صار هذا الإنسان قريب من الله. لهذا الله عز وجل يريد من هؤلاء الناس أن يعيشوا حالة القرب منه، فيجعل لهم مواسم فيها يتزودوا لما يحتاجون إليه حتى تكون هذه العلاقة مع الله كما هو في 10 الأوائل من هذا الشهر. هذه الليالي 10 اللي كما عبر عنها القرآن قال: والفجر ما خلص السماء، وليالي 10 ما خلص السماء. قالوا المقصود بالليالي 10 إنما هي هذه 10 الأوائل من هذا الشهر. في هال10 الأوائل من هذا الشهر اللي هي أيام طاعة، أيام عبادة، ما يقتصر هذا الأمر فقط على من هم على صعيد عرفة. يعني يقول هذا الأمر
موسم الحج ما يخصنا احنا بعد ولا لنا شغل احنا. لا، لاحظ مثلا في الروايه انه من جاء بهذه الصلاه في الليالي العشر الاولى من هذا الشهر بين فريضه المغرب والعشاء فجاء بركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والإخلاص مرة ثم يقرأ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر سنشنو من الأجر. يقول فالأجر الذي يحظى به أن يشارك الحجاج في حجه هذه لما تقف عند هذه الآيات الشريفة هذه فيها بيان إلى كيفية العلاقة مع الله. أو مثلاً جينا ليلة عظيمة وهي ليلة 9 من هذا الشهر ويوم 9 وليلة 10 ويوم 10 وإذا لها ما لها من الخصوصية. فاللي يريد أن يحظى بالقرب من الله ويحظى بالمدد من عند الله لابد أن يكون في علاقة مستمرة مع الله ويبحث عن المواطن والأوقات التي فيها يتأكد الارتباط بالله ومنها هذه الليالي العشر. شريف الإمام الجواد عليه السلام يقول من جملة ما يحتاج إليه المؤمن توفيق من الله، يحتاج إلى المدد من عند الله في كل حياته. اسمع الآيات الشريفة ماذا تقول. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أوزعني معناها يا رب اعطيني، يا رب منحني، أنا أحتاج إلى هذا المدد من عند الله. إذا ما أحصل على هذا التوفيق من عند الله بالنتيجة أنا ما رايح أوصل إلى ما أريد، فأحتاج إلى هذا المدد وأحتاج إلى هذا العون من الله. مهما بلغ الإنسان في قوته سواء كان قوة المادية أو الجسدية أو غيرها، ولهذا شو بعضهم يمكن يمتلك ما شاء الله من المال بس ما عند ذلك التوفيق إلى أن يقوم بما يجب عليه أن يقوم به، وهكذا في غيرها من الأعمال. فيحتاج إلى توفيق من الله. بعد ثانيا قال له وواعظ له من نفسه. لابد أن يكون الإنسان يوقف بينه وبين نفسه، فلهذا تلحظ النفس اللوامة مش قد لها أثر على الإنسان. هذه النفس اللوامة اللي تمنع الإنسان حينما يريد أن يقدم على معصية أو إذا ارتكب المعصية، وإذا بها تحول بينه وبين أن يكون لديه الإصرار. واحد يقول عنده حالة من الإصرار على العمل على فعل السيئة، لكن الإنسان المؤمن وإذا هو يعيش داخل نفسه صراع هذا العمل خطأ، فلهذا تجد حالا يسعى إلى أن يتراجع عن هذا العمل فيطلب التوبة ويطلب العفو والرحمة من الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة من الخصال. يقول الإمام الجواد عليه السلام أيضا وقبول ممن ينصح. أقول هناك البعض من الناس دائما يشعر نفسه أنه على حق وعلى صواب دائما، وإذا مخلي نفسه على أنه المعصوم اللي ما يصدر منه إلا كل حسن العصمة لأهلها. فلهذا لما الواحد جاي ينصح يوجه حتى وإن يمكن بعض الأحيان تشوف هذا الإنسان ما عنده التزام بهذا الأمر الذي ينصح به، لكن مع ذلك الإنسان هو يتفكر يتأمل هذا الكلام الذي يقول صحيح لو لا، فلا ينظر إلى من قال ولكن ينظر إلى ما قال. هذا إلى أثر على نفسه لو لا، فيحتاج إلى أن يتأمل
يعمل في هذه النصيحة ويأخذ بها ويعمل على أن يسمو بنفسه. فشاف الإمام الجواد عليه السلام في هالكلمة هذه، وإذا يبين ما يحتاج إليه الإنسان المؤمن حتى يرتقي بنفسه إلى الكمال. فمن جملة ما جاد به الإمام على هذه الأمة هو هذه الكلمات التي كل كلمة منها يراد من خلالها الصلاح للإنسان. لهذا شوف المدة اللي عاش الإمام، ومع أنه بعيد عن جوار رسول الله، ومع أنه تحت الرقابة ورصد كل ما يقوم به، إلا أنه كان يعمل على أن يبني هؤلاء الناس البناء الصحيح، ويعمل على ربطهم بالله من خلال ربطهم برسول الله محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذا الأمر اللي فعلا ما كانت لتقبل به معتصم، لما كان الوشاة يأتون إليه قلنا تعال شوف شو سوي هذا مع صغار سنه، ماذا يصنع بالناس؟ لقد عمل على أن يجذب الناس إليه، فلهذا افتتن الناس بأبي جعفر. قالوا لدى هذا الناس لا يشوفوه يجيبه في مجلس وتطرح عليه أسئلة مع صغار سنه، وإذا هو يجيب على هذه الأسئلة. شوفوا إذا مع صغار سنه، وإذا يعمل على توجيه هذا وعلى نصح ذاك، فشلون هذا؟ لهذا جاء المعتصم وعمل على أن يضيق على الإمام حتى إذا أوعز إلى أم الفضل. ماذا صنعت؟ أوعز إليها أن تدس ذلك السم القاتل للإمام. دخل عليها الإمام وكان الإمام صائم بأبي هو وأمي، فقدمت له ذلك الطعام. أكل الإمام أحس بتقطيع أمعائه من فيه إلى سرته، فالتفت إليها قال لها اسقيني قليلا من الماء نعطشان من شوية ماء. امتنعت أن تسقيه الماء، قامت من عنده وأغلقت عليه باب الدار، وظل الإمام يجود بنفسه يجود بنفسه، ما واحد إلى جانبه من أهله وأحبته. أراد أن يتنفس الصعداء فصعد إلى سطح داره، لكن من اللي وياه؟ من هو اللي إلى جانبه؟ أقول مولاي طلبت الماي من أم الفضل فامتنعت. ما حال من نظرت إلى أخيها والماء إلى جانبها ما قادرت تسقيه الماء؟ ليش؟ وإذا بشمر إلى جانب الحسين وبيده الصوت، وصار يؤلمها على متنيها، فإذا بها التفتت إليه قالت لأخويا شد هيت يا خويا ظنتك هاي يقلها سهملي بجبدي يا زينب دبوة بحشام لزندي
الشمر يوكزها برمحا يقلها تقومي لا ذبحة فار ذبحة وخليها بطول الدهر تذكر حسينا Yeah.
صرخة ظلت تعتلي
عزيمة والعرش يبجي بدموع السالي ما تبر هادي وجبت مألمة واكتسى العالم على فرق السواد أهوى ويل أهل مصاب الجواب أهوى ويل أهل مصاب الجواب بالخيانة سمت أم الفضل نار سمها بقلبه صارت تشتعل ما أحد عنده يعين من الأهل بالمدينة أهله عنه بعاد أهوى ويلة أهل مصاب الجواب أهوى ويلة أهل مصاب الجواب من عقب ما قاس ويلة العدة لا جرم وابن ذنب من نسدة مات من سم الغدر شمس الهدى وبغياب سدت ابواب الرشاد اهوى ويل اهل مصاب الجواب اهوى ويل اهل مصاب الجواب من عقب ما قاس ويلة العيدة لا جرم وبلا ذنب من نسدة مات من سم الغدر شمس الهدى غياب سدت قلبه الطهر من السم الجرح نور الله والذين الملاذ أهوى ويل أهل مصاب الجواد أهوى ويل أهل مصاب الجواد ظل ثلاث أيام وين المسلمين من بعدها جعل الهادي بواني مثل زين العابدين ويا الحسين جاه شال وانفجع من الفؤاد أهوى ويل أهل مصاب الجواد أهوى ويل أهل مصاب الجواد صدق أبو الهادي قضى وحده غريب جال شبل يبجي وينحب نحيب ما لقى لكن على الغبرة سليب مثل ما شاف الصبح سن العباد أهوى ويل أهل مصاب الجواد أهوى ويل أهل مصاب الجواد ولو علي الهادي جاب نوح عوي للجواد وجهز بمدمع يسيل ما شاف أبوه مقطع بحر وغاد أهوى ويل أهل مصاب الجواد أهوى ويل أهل مصاب الجواد وكفن الهادي بدموع الجارية في كفن ملف وسط جبارية من حمل رأس برماح عالية لا بالخلق إليه بمحمد وآل محمد لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا عجل لوليك الفرج والعافية والنصر
من على مرضانا سيما المنظورين بصحة والعافية، بارك للحجاج والزوار في سائر النفقة وقت ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة، ولا تحرمنا من بركات دعائهم يا رب العالمين. المسببون لهذا المجلس الشريف، تقبل اللهم أعمالهم واصلح اللهم في أرزاقهم، وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حياك اليوم يا حبيبي، حياك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يا نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.